بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طالباتي العزيزات، طالبات الصف التاسع. درسنا اليوم في مادة الكيمياء سوف يكون عن الذائبية. هناك حد أقصى من المذاب يمكن إذابته في كمية معينة من المذيب. إذن الذائبية هي مذاب يتم إذابته في كمية من المذيب. وقد تحدثنا سابقا أن المذاب يكون دائما أقل من المذيب، وتكون هذه الإذابة عند درجة حرارة معينة، وهذا ما نسميه ذائبية المادة. طب ما هو تعريف الذائبية؟ هو عدد جرامات المذاب التي تذوب في 100 جرام من المذيب عند درجة حرارة معينة. إذن عندنا مادة نسميها المذاب، هذه المادة يجب أن تذوب في كمية من الماء. تكون الذائبية غالبا في الماء، الذائبية في الماء. كم مقدار الماء عندنا هنا؟ 100 جرام، 100 جرام من الماء. مثال ذلك، على ذلك تبلغ ذائبية ملح الكيسيال كلوريد البوتاسيوم 31 جرام عند درجة حرارة 10 درجة مئوية، ويصبح المحلول مشبعا، أي لا يستوعب أي كمية إضافية من ملح الكيسيال. إذن ملح كلوريد البوتاسيوم يكون لحد 31 جرام ذائب، ذائبية كاملة عند درجة حرارة 10 درجة مئوية في 100 جرام من الماء. ولكي نحسب ذائبية مادة ما في مذيب معين، لابد أن يصل المحلول إلى درجة الإشباع. ما يعني درجة الإشباع؟ أنه لا يستطيع المذيب إذابة أي كمية إضافية من المذاب، وهنا يوصف المحلول بأنه مشبع. إذن المحلول المشبع يعني أن المذيب قد امتلأ من جزيئات المذاب. لا تذوب جميع المواد في كمية محددة من الماء بالمقدار نفسه، وتتأثر ذائبية المواد الصلبة في الماء بتأثير عاملين هما. إذن ما الذي يؤثر في ذائبية المواد الصلبة في الماء؟ أولا درجة الحرارة، تزداد ذائبية معظم المواد الصلبة في الماء بزيادة درجة الحرارة. يعني كلما زدنا درجة الحرارة تزيد ذائبية المواد الصلبة بهذا المذيب. الجدول التالي يمثل تغير ذائبية ملح كلوريد البوتاسيوم في الماء بوحدة 100 جرام لكل جرام من KCl في الماء. تعال نشوف عند درجة حرارة صفر كم كانت ذائبيته؟ 27.6. عند درجة حرارة 10 مئوية الذائبية زادت فأصبحت 31. أما عند 20 درجة مئوية أصبحت 34 الذائبية. أما عند 30 درجة مئوية أصبحت الذائبية 37. إذن وجميعها تكون في 100 جرام من الماء. إذا لاحظنا أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة ذائبية المواد الصلبة تزيد. نأتي الآن إلى نوع آخر، وهو نوع المذاب. نوع المذاب يؤثر أيضا في الإذابة. تتفاوت المواد في ذائبيتها عند درجة حرارة معينة نظرا إلى الجدول التالي الذي يمثل ذائبية 4 أملاح عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، وتكون الذائبية بوحدة جرام للمذاب ومئة جرام لميل للماء. لما نشوف، إذن تعالوا نشوف في الجدول عندنا مواد مختلفة اللي هي KCl والNaCl والNaHCO3. عندنا 3 مواد رح نذوبهن في 100 جرام من الماء عند درجة حرارة 20. سوف نحسب الذائبية لكل واحد منها. بنلاحظ إنه KCl ذائبيته 34، الNaCl ذائبيته 36، أما الNaHCO3 فبتكون ذائبيته 9.6. إذن 9.6. إذا بنلاحظ إنه أكثرها ذائبية الـ NaCl، وأقلها ذائبية هو NaHCO3. رح نتفرج الآن، في عنا رسمة بيانية توضح ذائبية 4 مواد في الماء. على المحور السيني رح نشوف اللي هي درجة الحرارة تتراوح بين 0 إلى 90. أما على المحور الصادي فبتكون عنا موجودة الذائبية لجرام مذاب لكل 100 جرام ماء. إذن شرط أساسي يكون عندنا 100 جرام ماء. خلينا نشوف مثلا عند درجة حرارة 60 ذائبية الـ4 مواد.
نيجي الموجود باللون الأحمر يمثل كربونات الكالسيوم، الموجود باللون الأزرق يمثل كلوريد الصوديوم، أما الموجود باللون الأخضر فهو كلوريد البوتاسيوم، واللي لونه أصفر هو السكروز. لو نيجي نقارن عند درجة 60 كم ذائبية كربونات الكالسيوم؟ بنلاحظ إنه ذائبيتها صفر عند 60 درجة مئوية. طب خلينا نشوف ذائبية اللي هو كلوريد الصوديوم عند 60 درجة مئوية، بنلاحظ إنها تقريبا 40 جرام لكل 100 جرام ماء. طب نشوف كلوريد البوتاسيوم عند 60 تقريبا 50 جرام لكل 100 جرام ماء. نأتي الآن إلى السكروز عند 60 درجة مئوية، ذائبية السكروز تكون 280 جرام لكل 100 جرام ماء. إذا لاحظنا أن الذائبية تختلف من مركب إلى آخر، تختلف الذائبية من مركب إلى آخر وتعتمد على تركيبة هذا المركب. نأتي الآن إلى يذيب الماء الكثير من الغازات فيه، فعند ملامسة الهواء الجوي لسطح الماء تذوب بعض الغازات فيه كالأكسجين اللازم لتنفس الأسماك. إذا أخذنا سابقا عن ذائبية المواد الصلبة في الماء، الآن سوف ندرس عن ذائبية الغازات في الماء. ما هي العوامل التي تؤثر في ذائبية الغازات في الماء؟ وهل تذوب الغازات في الماء؟ الجواب نعم، تذوب الغازات في الماء، والدليل على ذلك أن الكائنات الحية التي تعيش في الماء تتنفس أكسجين وتحصل على الأكسجين. من أين تحصل على الأكسجين في الماء؟ تحصل منه من خلال الأكسجين الذائب داخل الماء. ما العوامل التي تؤثر في ذائبية الغازات في الماء؟ أول عامل هو طبيعة الغاز، ليس جميع الغازات تذوب بنفس الكمية والكيفية في الماء، أي أن الغازات تختلف عن بعضها في كمية ما يذوب منها في الماء. شو العوامل؟ حكينا أول شيء طبيعة الغاز، ثانيا كمان درجة الحرارة، فبزيادة درجة الحرارة تقل ذائبية الغاز. إحنا بنعرف كل ما سخن الماء كل ما إيش تبخر الغاز منه، لذا نلاحظ تصاعد فقاعات من الغاز عند تسخين الماء. إذا في هاي الحالة الغازات تختلف عن المواد الصلبة، المواد الصلبة تزيد عند زيادة درجة الحرارة، أما الغازات فدائبيتها تقل عند زيادة درجة الحرارة. ثالثا الضغط الواقع على الغاز، فبزيادة الضغط على الغاز تزداد دائبيته في الماء، إذا كلما زاد الضغط زادت الدائبية. عند فتح علبة مشروب غازي تتصاعد منه فقاعات كما يلاحظ تغير في طعمها بعد تركها مفتوحة بعد فترة من الزمن، فسر ذلك. إذا عندما نحضر مشروب غازي ونفتح هذا المشروب نلاحظ أنه في فقاعات تخرج من العلبة، ما هي هذه الفقاعات وما تأثير عند الضغط فيها؟ عند فتح علبة المشروب الغازي يقل الضغط فتقل ذائبية غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب في المشروب الغازي فيتحول إلى غاز. إذا نحن نعلم أن داخل المشروبات الغازية يوجد غاز ثاني أكسيد الكربون ويكون مضغوط داخل الغاز، فلما يكون الضغط عالي هذا يؤدي إلى زيادة ذوبان الغاز في المحلول. إذا العلاقة بين الضغط وبين ذوبان الغاز في المحلول هي علاقة طردية، كلما زاد الضغط زادت ذائبية الغاز في المحلول. لذلك عندما نفتح علبة المشروبات الغازية نلاحظ تصاعد فقاعات ثاني أكسيد الكربون، وإذا تركت فترة تختفي هذه الفقاعات لأن كلها سوف تطير وتتحول إلى غاز. وهكذا ينتهي درسنا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء في درس آخر.